بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل المحاضرات بتاعتنا الخاصة بمادة Communication System. طبعا احنا كنا بدأنا كلام على أول نوع من أنواع الموديليشن اللي هو الأمبليتيود موديليشن. ده شابتر 4 في كتاب لاسي اللي هو المرجع اللي احنا شغالين منه، اللي احنا واخدين منه السلايد بتاعتنا. فالشابتر ده بعنوان Amplitude Modulations and Demodulations. طيب عايزين نشوف، احنا كنا توقفنا عند الجزئية اللي هي شرحنا فيها الدبل سايد بين سبريسد كارير. بس انا بشوف نيكست سلايد. السلايد واقفة مش راضية تتحرك لنيكست. تمام. طيب الامبليتيود موديليشن بنقول is a form of AM modulation is a form of amplitude modulation. لو احنا بصينا للاكسبريشن اللي قدامي ده بنقول اس اوف تي اللي هي الموديليتد سيجنال بتساوي، جبت هنا اي سي اللي هو الكارير مجموع عليه السيجنال او الداتا بتاعتي او السيجنال الاشاره بتاعت الانبوت، الانبوت سيجنال بتاعتي اللي هي برمز ليها بالام اوف تي، كل ده اتضرب في كوساين اوميجا سي تي. ايه الفرق بين الاكسبريشن ده والاكسبريشن اللي خدناه قبل كده؟ ان انا الاكسبريشن اللي فات كان ام اوف تي في كوساين اوميجا سي تي على طول، ما كانش الام اوف تي مجموع عليها دي سي سيجنال زي ما انت شايف كده، في دي سي سيجنال مجموعه. قبل كده ما كانش في دي سي سيجنال مجموعه، صح؟ فهنا ده الجديد بقى اللي هو الامبليتود موديليشن او النوع التاني من انواع الموديليشن اللي هو الدبل سايد باند. هنشوف ازاي ان ده دبل سايد باند، يعني مش كان اللي فات سبريزد كارير، الكارير مش موجود، هنا الكارير هتبقى موجود. تعال نشوف هذا الكلام. لو انا خدت الاي سي مشترك بره واتبقى لي هنا واحد زائد كي اي في الام اوف تي، يعني سميت ان الكي اي دي اللي هي انا خدت الاي سي بره، يبقى الامبليتيود بتاع الام اوف تي على الاي الاي سي اللي هو الدي سي فاليو سميناه كي اي في ام اوف تي، كل ده مضروب في الكوساين ال 2 باي اف سي تي اللي هي كوساين الكارير. المعامل الكي اي ده معامل مهم عندي وهنتعرف عليه. بيقول لك هنا اول حاجه بس تاخد بالك منها ان الباند بتاعك الفريكونسي بتاعت الكارير لازم تبقى اعلى بكتير من الفريكونسي بتاعت السيجنال. والموديليشن اندكس كي اي ده اللي هو الرقم ده اسمه موديليشن اندكس، كي اي ده معامل اسمه الموديليشن اندكس، لازم يبقى اقل من ايه؟ اقل من واحد. تمام كده؟ الكلام ده كله انا بتكلم تايم دومين، المعادله اللي فوق دي تايم دومين اجينست تايم، فانكشن في التايم. طب لو انا عايز اتكلم على فانكشن في الفريكونسي، يعني بتكلم على سبيكترم، لو انا بتكلم على السبيكترم بتاعت الموديليتد سيجنال الاس اوف اف بتساوي ايه؟ بص بقى معايا. يبقى دلوقتي هو طبعا لما بضرب في الكوساين، الكوساين ده عباره عن نص اكسبوننشال زائد اكسبوننشال، والاكسبوننشال انت عارف بتعبر عن ديلي، فبالتالي اس في واحد، الواحد لما تتضرب في كوساين الواحد الفريكونسي دومين بتاعها دلتا، فدلتا لما تتضرب في كوساين يعني مضروبه في 2 ديلي، فلذلك انا عملت الديلي دلتا اف زائد اف سي زائد دلتا اف ناقص اف سي. ده الترم الاولاني. بالنسبه بقى للترم الثاني، الكي اف الام اوف تي في كوساين 2 باي اف سي تي، انا عندي السيجنال الانبوت سيجنال مضروبه في الكوساين، الكوساين بيعبر عنها ب 2 اكسبوننشال زي ما قلنا اي اس جي زائد اي اس سالب جي، كل ده مقسوم على 2، فالنص ده خرجته بره والكي اي والسي خرجتهم بره. الام اوف تي لما تتضرب في ديلي يبقى في عندي ترمين، واحده ديلي باف زائد اف سي وواحده ديلي باف ناقص اف سي. طيب يبقى كده لو انا عندي سيجنال اهي، لو انا افترضت ان السيجنال ام اوف دبليو اللي هي في الفريكونسي دومين بالشكل اللي قدامي ده، يبقى انا كل ما عليا ان انا بشفتها ناحيه اليمين وناحيه الشمال باف سي، وعندي الاف سي نفسها بتظهر الامبليتيود اللي هي اللي قدامي بيبقى فيه ليها امبليتيود اللي هي نص اي سي اللي موجوده عندي بتبقى ظاهره. طالما عند الاوميجا سي عند التردد الاف سي ظهرت سبيكترم، يعني ظهرت حاجه كده زي ما انتم شايفين، يبقى دي اسمها دبل سايد باند، لان الكارير ظهرت مش سبريزد كارير. سبريزد كارير بيبقى عند الكارير عند الاوميجا سي ما بيبقاش فيه ايه؟ ما بيبقاش فيه التو دلتا دول. الفرق ان الترم ده زاد، اللي هو الترم اللي انا بشاور عليه دوت، لما زاد معايا زود لي كومبوننت عند الفريكونسي اوف ذا كارير، فبالتالي اصبح ده اسمه دبل سايد باند. طيب بيفكرك بقى بالدبل سايد باند في سبريزد كارير المحاضره اللي فاتت. في الدبل سايد باند سبريزد كارير كان شكل السيجنال مثلا لو عندك بهذا الشكل السايكل،
لما بتيجي ترسم الامبليتيود ده تايم دومين طبعا. لما نيجي نرسم الامبليتيود موديليتد سيجنال بتاعتها في التايم دومين بتبقى بالشكل الانفلوب بتاعي كده. في مشكله هنا كانت في الدبل سايد باند، ان انا السيجنال في جزء منها نزل تحت خط الصفر. اهو لو انا جاي بس بجيب القلم بتاعي عشان اوضح هذا الكلام، ادي القلم، الجزء ده كله تحت خط الصفر، وفي جزء فوق بس في جزء تحت. الجزء اللي تحت ده بيقول لك اهي بيبقى يصعب انك تعمل اكستراكت للكارير من الريسيفد سيجنال، يعني يصعب انك تجي تخرج الكارير من الريسيفد سيجنال. لما تبقى السيجنال بالشكل ده بتبقى صعبه قوي. اهي الموديليتد سيجنال اهي فيها جزء نيجاتيف نازل تحت خط الصفر، لان الانفلوب بتاعها هي طبعا الانفلوب ماشي مع الشكل، او الشكل بتاعه بوزيتيف ونيجاتيف، ادي في البوزيتيف وادي فين، ادي الجزء البوزيتيف اهو انفلوب للبوزيتيف وللنيجاتيف، للبوزيتيف والنيجاتيف بتاع هذا الشكل. يعني هذا الشكل لو رسمت النيجاتيف بتاعه كده، يعني لو ضرب في بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 جاب لي الانفلوب اللي بالاسود تحت، وطبعا ما بينهما اللي هي شكل الايه السيجنال، الايه الريزلت، الريزلت سيجنال او الموديليتد سيجنال. ففي جزء نيجاتيف. الخلاصه انا عايز اقول ان في جزء نيجاتيف هنا، النيجاتيف ده بيخلي فيه صعوبه عشان تكستراكت الكارير من الريسيفد سيجنال. تمام. فبيجي بقى بيوضح لي هنا الاي سي بقى اللي انا دخلتها في الموضوع بدات تعالج لي هذه المشكله. بيقول لك هنا لما انا استخدمت كي اي سي في واحد زائد كي اف ام اوف تي، قال لك يا اما الكي اي بواحد يا اما الكي اي مثلا بنص. مدي لك فور اكزامبل الكي اي بواحد، لقيت برضو ما زلنا ايه ان في جزء نيجاتيف. تعال بص كده معايا في الكي اي بنص، السيجنال عندي بص اترفعت شويه، السيجنال عندي مالها اترفعت فوق، خدت بالك؟ يعني ممكن نلاقي ان الجزء دوت اهو اترفع فوق خط الصفر. يعني السايكل اللي انا بكلمه ان سايكل كامله اترفعت فوق خط الصفر. هنا السايكل باخد اي سايكل في جزء نيجاتيف وجزء بوزيتيف، خدت بالك؟ يعني لو خدت السايكل بتاعتك هتلاقي في جزء نيجاتيف وفي جزء بوزيتيف، يعني دي سايكل كامله اهي فوق اهي، في جزء بوزيتيف في السايكل، سوري ثانيه واحده، في جزء فيها بوزيتيف وفي جزء نيجاتيف. انما هنا السايكل الكامله في بوزيتيف وكله بوزيتيف، كل السايكل بتاعتك بوزيتيف، خدت بالك؟ فاذا دي الميزه بتاعت الدبل سايد باند. تعال بص معايا برضو ناكد على هذا الكلام. لو انا عندي سيجنال بهذا الشكل اللي فوق دي، ده الانفورميشن سيجنال، لو انا ما رفعتهاش بدي سي بدي سي فاليو، ما هو الفرق في ما بين الدبل سايد باند والدبل سايد باند سبريسد كارير، ان حضرتك في الدبل سايد باند بدل ما بتضرب في السيجنال على طول بترفع السيجنال الاول بدي سي فاليو، مظبوط، بترفعها بدي سي فاليو. طب انا لما رفعتها، تعال بص للتو سيجنال، تعال بس نمسح الكلام ده، بص كده السيجنال دي انا رفعتها كامله، اي زائد ام اوف تي اكبر من الزيرو كلها، الاي دي خلت السيجنال اللي كان فيها جزء نيجاتيف، السيجنال الاصليه دي كان فيها جزء نيجاتيف، خلى الجزء النيجاتيف ده يرتفع زي ما انت شايف كده، الجزء النيجاتيف ده ارتفع لان انا رفعتها بايه، ممكن ارفعها بايه بس ما يرتفعش كله، يبقى في جزء نيجاتيف. فايهم اسهل في انك تعمله ايه تريكونستراكتو؟ الاسهل هو اللي بيبقى كله خرج، اللي هو الحاله الكيس الاولانيه، ان كله اترفع فوق خط الصفر، ان كل السيجنال بتاعتك اترفعت فوق خط الصفر، فده بيبقى اسهل لك انك تريكونستراكت السيجنال. تعال بص معايا تحت كده، لما انا جيت رسمتها بالانفلوب، في عندي اهو السيجنال دي وعندي السيجنال العكسيه، نفس الحكايه عندي السيجنال دي، بص كده لما جيت بقى رسمت دي بقى السيجنال الثانيه، لما جيت عملت لها شفتها بعد ما اتضربت في الكارير بتاعتها، بتعملها ازاي؟ بترسم واحده رسمه ورسمه عكسيه منها، تعكسها كان الاكس اكسس هو المرايه، وتعمل انفلوب حواليها. الرسمه الثانيه دي اللي هي على الشمال برضو عملت فيها كده، ادي رسمه، عملت الرسمه اللي فوق والرسمه اللي تحت، خلاص، ورحت عامل انفلوب حواليه. من الواضح كده بص السيجنال تقدر تريكونستراكت، تجيب البيكس ده، فالبيكس بتاع كل الامبليتيود دي هو ده السيجنال بتاعتي.
انما هنا بقى بص كده البيكس ماشي في البيكس، ماشي معاها ماشي معاها ماشي معاها، وانا نازل في جزء جيب النيجاتيف. فانت لما بتيجي تروكونستراكت هتاخد الجزء اللي فوق ولا الجزء اللي تحت؟ هتعمل لك مشكله طالما في سيجنال ايه نزلت تحت. لما انت جيت نزلت تحت عشان تروكونستراكت في زي تداخل في الحته دي، في انترفيرنس في الحته دي، لكن هنا انترفيرنس في التايم، يعني قصدي تداخل في التايم اوفرلابنج، لكن هنا مفيش، كل جزء ده ما فيهوش اوفرلابنج. معنى هذا الكلام ايه؟ انك حضرتك الدي سي فاليو اللي بتستخدمها لو قدرت ترفع لك السيجنال كلها في خط الصفر يبقى انت كده تقدر تركونستراكت السيجنال بسهوله، وهو ده اللي خلى الناس تلتجئ للدبل سايد باند. دبل سايد باند فقط مش سبريز كارير، يعني دبل سايد باند. طيب احنا بنعمل حاجه اسمها الانفلوب ديتكشن. يعني ايه الانفلوب ديتكشن؟ يعني حضرتك بتديتكت النقط بتاعت الايه؟ الفريم الخارجي بتاعك، هو ده بيمثل السيجنال. في الرسمه اللي فاتت لو انت بصيت كده برضو عشان اوضح لك هذا الكلام، كل دول لو انت حضرتك ديتكت الانفلوب النقط دي مش هي دي السيجنال، هو ده اسمه الانفلوب ديتكشن. مجرد انك عملت ديتكشن لدول طبعا ووصلناهم ببعض يبقى ده السيجنال الاصليه، يبقى انت كده عملت ديتكت او دي موديليت، رجعت السيجنال لاصلها. خدت بالك؟ ده معنى الانفلوب ديتكشن. فهي بيقول الترم ديتكشن مينز اكستراكتنج، تجيب تخرج السيجنال من الريسيف دي داتا. ما هي حضرتك الريسيف دي داتا هي دي، هي السيجنال كلها كده. خدت الانفلوب يبقى انت كده عملت ديتكت للسيجنال. او ان سام كيس ات مين بيو موديليشن، انك عملت العمليه العكسيه للموديليشن. فبيقول لك نفترض برضو لتقريب المعنى عندي سيجنال اكس اوف تي بتساوي اي تي كوساين اوميجا سي تي، خلاص الاي اوف تي فاريز سلولي، الاي اوف تي دي اللي هي السيجنال انفورميشن بتفاري سلولي، بتتغير ببطء شديد بالنسبه للكارير، وده الطبيعي لازم السيجنال تتغير بايه، الاي اوف تي دي تتغير بسلولي بالنسبه للكارير، الكارير بيبقى اعلى. الاي اوف تي هي دي الانفلوب، الحاجه اللي مضروبه في كوساين اوميجا سي تي دي الانفلوب بتاعها، الارتفاعات بدليل لما كوساين اوميجا سي تي الحاجه اللي مضروبه في الكوساين مش دي الارتفاعات بتاعتي، الحاجه اللي مضروبه في الكوساين مش دي الارتفاعات بتاعتي. طيب للانفلوب ديتكشن عشان تورك بنحتاج ايه؟ الفريكونسي بتاعت الكارير تبقى اعلى من الباندويت بتاعت السيجنال. الاي زائد ام اوف تي، بص يبقى في عندي حاجتين عشان اقدر اديتكت الانفلوب ده، زي ما انا عملت كده قعدت اعمل العلامات النقط مشيت ورا الانفلوب وتوصلت لشكل السيجنال، لازم الفريكونسي بتاعت الكارير تبقى اعلى بكتير جدا من الفريكونسي بتاع السيجنال، دي نقطه. النقطه الثانيه ان الاي زائد ام اوف تي الدي سي اللي انت ضفتها تبقى اعلى من او تساوي الصفر، لكن لو اقل هيحصل فيز ريفرسال، فالفيز ريفرسال ده يخلي فيه صعوبه ان انا اقدر ريكونستراكت السيجنال. يبقى الريكويرمنت فور انفلوب ديتكشنز ايه هو؟ ان الاي تكون اعلى من او تساوي الام اوف تي، دي حاجه. فان معنى كده ان الاي اعلى من او تساوي سالب ام مينيمم، اللي هي سالب مينيمم ام اوف تي، هو بس بيقولها لك. وتيبيكال ام اوف تي هاز زيرو اوفست، مينيمم ام اوف تي بتساوي سالب ماكسيمم ام اوف تي ام اوف بي. ان جنرال الام بي دي اللي هي البيك فاليو بتاعت السيجنال، خلاص. فبيقول لك بيعرف لك الموديليشن اندكس اللي كنا مسمينه كي قبل كده هو سماه ميو. قال لك هو بيك السيجنال على مقدار الدي سي فاليو اللي انت رفعت بيه، النسبة ديت هي اسمها الموديليشن اندكس. البارامتر بعرفه عشان هو ده اللي يقول لي انا الايه اللي رفعتها دي، رفعت السيجنال بمقدار انها بقت فوق خط الصفر ولا لا. يبقى اللارجر موديليشن اندكس بتقلل الباور بس بتخلي الدي يبقى الموديليشن اندكس دي بقى بتقلل الباور، يعني هي بتقلل الباور بتاعتي بس مشكلتها بتخلي يبقى لو انا خليت القيمه بتاعت الميو دي عاليه الباور هتقل، والدي موديليشن طب ما الباور تقل دي كويسه مثلا، لكن الدي موديليشن ماله؟ هيبقى صعب جدا، هتبقى الايه مش رافعه
يعني مش مخليه السيجنال بتاعتك ترتفع فوق خط الايه؟ الايه الصفر بتاعك. فبيقول لك البرودكاست اي ام يوز مودريشن اندكس كلوز تو 1، يعني بيبقى في الاي ام ستيشنز بتبقى قريبه من ال 1. الانبوت سيجنال ار كنترول، طبعا بنتحكم فيها بحاجه اسمها الاوتوماتيك جين كنترول اي جي سي. تعال نبص كده برضو تقريب للمعنى، عايزين نشوف قيم مختلفه للميو عملت ايه في السيجنال. بص، كل ما الميو بتبقى صغيره افضل انك تريكونستراكت السيجنال. بص في التو اكزامبل اللي قدامي على الشمال وعلى اليمين، ماشي؟ الميو بنص ايه اللي حصل عندي؟ الميو بتاعتي بنص، السيجنال بتاعتي انا هنا ارتفعت اهي بمقدار، انا واضح جدا ان السيجنال كلها اترفعت لفوق، خدت بالك؟ تعالى في الثانيه، السيجنال يا دوب مست خط الصفر، يعني السيجنال اهي لما جيت عملت الميو بواحد بقت ملامسه لخط الصفر. تعالى بص معايا للميو بتساوي ايه؟ الميو بتساوي نص. فمعنى كده احنا قلنا الميو دي نسبه ما بين مين ومين؟ نسبه ما بين البيك بتاع السيجنال للبي للدي سي فاليو اللي انت رفعت بيها. فلو انا السيجنال عندي كده، دي ايه على الاثنين ودي ايه على الاثنين، يعني السيجنال كلها على بعضها ايه؟ حضرتك رفعتها بمقدار ايه؟ يبقى كانها سنترد هنا، انت رفعت السيجنال، يعني السيجنال اهي. بص ادي السيجنال بتاعتك اهي. الارتفاع من هنا لهنا ايه؟ لو انت رفعتها فوق ايه؟ هيبقى الشكل الجديد ايه؟ الخط الصفر بدل ما هو هنا، خدت بالك؟ بقى فوق بمقدار ايه؟ دي ايه؟ هتبقى عندك دي كده، دي ايه؟ دي ايه؟ دي الايه بقى بتاعتك؟ دي ايه على الاثنين ودي ايه على الاثنين، صح كده؟ الارتفاع ده. فلما اجي اجيب الارتفاع اللي انا اترفعت بتاعي على البيك بتاعت السيجنال، قصدي البيك بتاعت السيجنال ايه؟ لو هو ارتفاعه ايه؟ يبقى البيك ايه على الاثنين؟ ده ايه على الاثنين؟ وحضرتك ارتفعت بمقدار ايه؟ يبقى ايه على الاثنين على ايه بكام؟ دي تتشطر مع دي، دي اتنين، دي يدي اديني النص اللي هو الشكل اللي قدام. طيب انما لو انا الميو بواحد، يبقى الارتفاع اللي انت ارتفعته ارتفعت ايه كامله؟ يعني ايه؟ يعني هيبقى دي كلها ايه على بعضها؟ انت رفعت نفسك السيجنال كلها اللي ارتفعت بايه؟ فهيبقى البيك فاليو بتاعك بكام؟ البيك بتاعتي هنا في الرسمه اللي على اللي على اليمين، البيك فاليو بايه؟ اهي لازم دي تكون في ايه فوق وايه تحت. لو انت ارتفعت بايه وخليتك مماس للخط، يبقى لازم يكون في جزء من القبه اللي فوق ارتفاعه ايه، والجزء النيجاتيف، الجزء النيجاتيف هاف سايكل ارتفاعه سالب ايه، تمام؟ عشان لما تيجي ترتفع بمقدار ايه تبقى مماس لخط الصفر. فبالتالي في الحاله دي الميو هتساوي البيك فاليو بتاعت السيجنال ايه، والارتفاع اللي انت ارتفعته ايه، يبقى ايه على ايه بكام؟ بواحد، اللي هو الميو بواحد. يبقى ده الحاله الثانيه. يبقى هنا في الحاله اللي على الشمال انت كانت البيك فاليوز اللي انت ارتفعت بيها بمقدار هنا ايه، لكن البيك فاليو بتاعتي بايه على الاثنين وايه على الاثنين. انما هنا المفروض ان انا في الشكل اللي على اليمين في البوزيتيف هاف سايكل ارتفاعها ايه، والنيجاتيف هاف سايكل الارتفاع بتاعها سالب ايه. فبالتالي لما جيت ارتفعت بايه اصبحت مماسه، يعني انا لو كانت كده اهي، انا بتكلم على الشكل اللي على اليمين، ده ارتفاعه ايه وده سالب ايه، يعني ده ايه بوزيتيف ايه وده سالب ايه. انما اللي فوق دي كان ايه على الاثنين وايه على الاثنين، خلي بالك الارتفاع، بس انا ما كنتش موضحها كده، ايه على الاثنين وايه سالب ايه على الاثنين وبوزيتيف ايه على الاثنين. هنا بوزيتيف ايه وسالب ايه، لما رفعت بمقدار ايه يبقى الجزء ده ارتفع، بقى في مماس، بقى مماس الخط الصفر اهو، الجزء النيجاتيف مماس لما ارتفعت بايه، بقى الشكل اللي قدامي ده. طب لما جيت حسبت الميو اصبحت
الارتفاع بتاع الارتفاع بتاع السيجنال، ارتفاع السيجنال يعني النص سايكل بس اللي هي دي، ده البيك بتاع السيجنال ايه على الحاجه الرافعه اللي انت رفعتها اللي هي ايه على ايه، فبقت بواحد. يعني حاولت اوضحها يعني على قد ما اقدر، خدت بالك؟ يعني الخلاصه ان انا الشكل اللي هنا كانت ديت السايكل بتاع السيجنال بتاعتي، البيك بتاعتها ايه على الاثنين، انما هنا البيك بتاعتها ايه، فلما رفعت هنا ايه اصبحت الميو بنص، هنا لما رفعت ايه مست الخط اصبحت الميو بواحد. من الواضح ان الميو بنص، كل السيجنال ارتفعت هنا مماسه، الافضل لما تكون بعيده عن خط الصفر. الرينج بتاع الميو بقى بيقول لك بيتراوح من 0 ل 1. للانفلوب ديتكشن عشان ما يحصلش يبقى ديستورشن ليس، الكونديشن از ان الاي اكبر من او تساوي الام بي، لازم الاي بتاعتي تبقى اعلى من او تساوي الام بي. ات فولوز ذات ان الميو لو الاي اعلى من قيمه الاي اللي انت بترفعها، اعلى من الاو تساوي الام بي، يبقى لازم الاي بتاعتك كده، يبقى لازم الميو تتراوح من 0 ل 1. طب لو الاي اقل من الام بي، الميو هتبقى اكبر من الواحد، ده اسمه ان اوفر مودريشن اوف كير. هيبقى بقى دي الحاله الغريبه اللي بيبقى في جزء من السيجنال بيبقى في الجزء في جزء من السيجنال بيبقى تحت خط الصفر، فبالتالي بيبقى في صعوبه في انك تريكونستراكت السيجنال بتاعك. يبقى الميو ده بقى البارامترز لازم يتراوح من 0 ل 1. هو ادالك هنا شكل يوضح هذا الكلام، تلات اشكال اهو. الشكل اللي فوق خالص هنا قال لك الميو لما تبقى نص، بيقول لك 50% موديليشن يعني الميو بنص، فهنا سهل تريكونستراكت السيجنال. الميو هنا بواحد برضو ممكن تريكونستراكت السيجنال بس اللي فوق افضل. الميو هنا بواحد ونص، بص بقى جزء من السيجنال نزل خط تحت خط الصفر، يعني في جزء من السيجنال ماله نزل تحت خط الصفر اهي. بص الجزء، فانت وانت بتريكونستراكت في جزء هنا، بص شايف الاجزاء دي، دي عامله مشكله، الحاجات دي ما ظهرتش هنا، هنا كانت مماس كده، هنا ما ظهرتش خالص، لكن هنا انا عندي ايه الجزء ده مشكله، عشان تريكونستراكت ده مشكله، انت تقدر تريكونستراكت ده بس، لكن ده في تداخل متداخلين على بعض، في اوفرلابنج حاصل، فالاوفرلابنج اللي حاصل ده عامل ايه، عامل مشكله عندي. طيب هو بقى بيقول لك المسج سيجنال ويز نون زيرو اوفست، في الرير في عمليات نادره المسج سيجنال ام اوف تي ليها نون زيرو اوفست، يعني ايه؟ بمعنى المينيموم فاليو ام ماكسيموم وماكسيموم فاليو نوت سيمتريك، يعني في حالات ممكن الماكسيموم غير المينيموم، سيجنال يبقى فيها الماكسيموم فاليو غير المينيموم فاليو اهي مثلا كده اهي، سيجنال زي كده الماكسيموم بص بعيد قوي والمينيموم قليل قوي، خدت بالك؟ مش بيساووا بعض. قال لك ان الميو بتاعتك عشان تيجي تحسبها تخضع لهذا القانون، تقول ام ماكسيموم ناقص ام مينيموم على 2 ايه زائد ام ماكسيموم زائد ام مينيموم. خلي بالك القانون ده نفس القانون لو كانت ام ماكسيموم هي ام مينيموم، خلي بالك الام ماكسيموم هي الام مينيموم، لما يطرحوا من بعض ام ماكسيموم مثلا 5 ام مينيموم هتبقى سالب 5 القيمه العكسيه منها، فلما تطرح الاثنين من بعض هيدي لك مثلا سي 2 ام ماكسيموم، لان الام لو بتساوي يعني بقول في حاله المساواه وعلى 2 ايه صح زائد شويه حاجات ام ماكسيموم زائد ام مينيموم 5 وسالب 5 تقطروا مع بعض، فبالتالي زائد 0 هتشيل الاثنين دي مع الاثنين دي هتبقى ام ماكسيموم مع الايه، هي دي اللي انت عارفها لو في سيمتريه، يبقى لو ما فيش سيمتريه هتبقى ام ماكسيموم ناقص ام مينيموم على 2 ايه زائد ام ماكسيموم زائد ام مينيموم، لو ما فيش سيمتريه ما بين الماكسيموم فاليو والمينيموم فاليو بنعوض في هذا القانون. المزايا بتاعت الام ديتكشن، الكارير دازنت كاري اني انفورميشن، الكارير بتاعك ما بيشيلش اي معلومات، الكارير مش بيشيل الكارير باور، طب بس هي الكارير باور ليه باور، انا دلوقتي لما اجي اقسم مثلا الموديليتد سيجنال بتاعتي بقول انها بتساوي ايه، اي كوساين اوميجا سي تي زائد ام اوف تي كوساين اوميجا سي تي،
يبقى عندي كارير كومبوننت وعندي سايد باند كومبوننت. واضح؟ طب الكارير كومبوننت اللي عندي، يعني انا عندي كارير كومبوننت وسايد باند كومبوننت، بنقول عليها كده. انا كان عندي ترمين، يعني لو فكينا احنا المفروض كان عندك دي سي، مش هي كانت كده يا جماعه عشان بس افكرك، ايه زائد الام اوف تي، هي دي الاشاره مجموعه على دي سي سيجنال اهي، الايه زائد ام اوف تي يعني الاشاره مجموعه على دي سي سيجنال مضروبه في كوساين في كوساين اوميجا سي تي. تديني الترمين ايه كوساين اوميجا سي تي زائد ام اوف تي كوساين اوميجا سي تي. واضح؟ يبقى اديتني الكارير واديتني السايد باند، هم دول بيقولوا عليها يعني كومبوننت الكارير وكومبوننت السايد باند. كل واحد منهم عامل باور، الباور هو عباره عن ايه؟ الامبليتيود سكوير على الاثنين، يعني الكوساين مضروب فيها حاجه فهي الامبليتيود سكوير على الاثنين. فباور الكارير اهو عبارة عن اي سكوير، الماجنتيود بتاع الكوساين اي سكوير على الاثنين، والباور بتاعت السايد باند اس دي يعني السايد باند هي عبارة عن ام، دي لو سميت الماجنتيود ده اسمه ام، الابسوليوت فاليو بتاعت الام ام سكوير على الاثنين. خدت بالك؟ ده الباور بتاعت السايد باند. هنعرف حاجة اسمها الباور افيشنسي. الباور افيشنسي دي اللي هي الميو، او سوري انا اسف، الايتا، الميو دي اللي هي المودريشن اندكس. الايتا الباور افيشنسي عباره عن اليوسفول باور على التوتال باور. طب اليوسفول باور عباره عن ايه؟ باور السايد باند هو ده اليوسفول، ده اللي انا بستفيد بيه، انما الزياده الكارير، لان الكارير ما فيهوش معلومات، يعني الكارير ما بيشيلش معلومات، المعلومات كلها فين؟ في السايد باند. فالتوتال باور فمزود لي باور، فكل ما الباور بتاع الكارير يبقى قليل ده افضل لي. فبالتالي انا عملت علاقه اسمها الباور افشنسي، باور السايد باند على باور كارير زائد باور السايد باند. فطبعا لما دي سكوير ديت ام سكوير اوف تي على اي سكوير زائد ام سكوير اوف تي زي ما انت شايف كده. خلاص؟ فهي دي اسمها الباور ايه؟ افشنسي. خلاص؟ لو الباور بتاع الكارير بزيرو مثلا يبقى الافشنسي ب 100%، لان الكارير ده لو مش شايل باور وهو اصلا ما فيهوش داتا فيعمل لك ايه؟ افشنسي 100%. طبعا دي ما بتحصلش، لان الكارير لو انت دبل سايد باند بيبقى فيه باور للكارير. ماشي؟ بيقول لك بقى في حاله التون موديليشن، اللي هو التون موديليشن يعني الساينسويدال، الويف فورم ساينسويدال. لو احنا افترضنا ادي الام اوف تي، الام اوف تي معامل الانفورميشن سيجنال هي ميو في الايه، اللي هي بتاعتي ميو في الايه. ازاي ميو في الايه؟ واحد هيقول ازاي الكلام ده؟ اقول لك الميو دي مش عباره عن البيج فاليو على الايه، البيج فاليو على الايه. طب يبقى انا لو قسمت البيج فاليو على الايه في ايه تديني البيج فاليو؟ ما هي البيج فاليو بتاعت الايه الكوساين فعلا. طيب يبقى الام سكوير هي عباره لما بجيب بقى الباور بتاعتها ميو في ايه اللي لازق في الكوساين تربيع الاثنين، يبقى ميو في ايه تربيع الاثنين. اجيب الافشنسي بقى ازاي؟ الكلام دوت تربيع الاثنين على الباور بتاعت الكارير ايه تربيع الاثنين، زائد برضو الكلام بتاع الباور سايد باند، اشيل الايه من المعادله، ايه تربيع فوق وتحت تديني هذه المعادله. يبقى جبت الميو تربيع على 2 زائد ميو تربيع، يبقى جبت الافشنسي بدلاله الميو سكوير. يبقى جبت الافشنسي بدلاله مين يا جماعه؟ بدلاله الميو، الموديليشن اندكس. قال لك الماكسيمم افشنسي لما الميو تبقى بواحد. اعلى ميو بكام؟ عشان دي تكبر يبقى الميو اعلى ميو. الميو بكام؟ الميو بواحد، لان لو عليت عن الواحد هيبقى اوفر موديليشن، هيبقى في لوسس في الداتا، انا عايز من 0 ل 1. فيبقى اعلى افشنسي كام؟ الميو لما بواحد، يبقى 1 على 2 زائد 1 يبقى ايه؟ تبقى تلت، يعني 33%. طبعا افشنسي 33% مش ايه؟ مش حلوه، لازم نعالج المواضيع دي بقى. فدي من ضمن المشاكل ان الافشنسي بتاعتي قليله، يعني اعلى افشنسي تقدر تحصل عليها 33%.
مثال بيقول لك حدد الافشنسي والنسبه بتاعت التوتال باور اللي كاريت باي ذا سايد باند بتاع الاي ام ويف، مدي لك الميو مره بنص ومديك الميو مره بوينت 3. هتعوض تعويض مباشر، الميو بنص الافشنسي باخر معادله وصلنا لها ميو تربيع على 2 زائد ميو تربيع مره بنص، هتعوض بالاله الحاسبه بتاعتك هتلاقيها طلعت 11% 11 وشويه في المية. قلل الميو، كل ما بتقلل الميو بتقلل الافشنسي. الميو بقت ببوينت 3، عوضت بوينت 3 اديتني 4.3، من الواضح انهم اقل من 33 اهو. خلاص؟ معنى كلمه 11% دي معناها ايه؟ حوالي 11% في التوتال باور في السايد باند، المعلومات كلها 11% متركزه في السايد باند، 11% بس متركزين الطقم في الباور، الباور التوتال باور از ان ذا سايد باند. 11% من التوتال باور. لما يقول 4.3 معناها 4.3 من التوتال باور از ذا يوسفول انفورميشن باور اللي هي في السايد باند. يعني المعلومات المهمه 4.3 من المعلومات الكليه المهمه وغير المهمه. ده من ناحيه الباور، ده معناه. طيب بيقول لك بقى لما بتيجي تعمل الموديليشن بتاعك، شكل بلوك دايجرام بيعبر عن الموديليشن بتاعي بيتم ازاي. هو بيبقى عباره عن خلوا بالكم يا جماعه، هو فاضل اقل من دقيقه ويقفل معانا الزوم. ثانيه واحده. طيب دلوقتي انا بس بنتكلم على شكل البلوك دايجرام بتاع الدبل سايد باند. طبعا هنا هو نفسه زي الدبل سايد باند سبريسد كارير، بس بيادد لي الكاي كوساين اوميجا سي تي. يعني انا كل اللي عملته بدل ما ضربت ام اوف تي مباشره في الكارير، لا ضفت اي سي، ضفت فاليو بتاعت الاي كوساين اوميجا سي تي دي ضفناها معايا. انا قلت ام اوف تي في الكي، وبعدين النتيجه كلها تتضرب في كام؟ تتجمع اسف على كام؟ على واحد، كل ده يتضرب في اي سي كوساين اوميجا سي تي. يبقى هنا ام اوف تي في كي اي زائد ام اوف تي هتتضرب كلها في اي سي كوساين اوميجا سي تي. فده يبقى يعتبر هو ده الموديليشن بتاعي. خدت بالك؟ لما نيجي بقى نعمل عمليه الدي موديليشن بنستخدم الكوهيرنت دبل سايد باند سبريسد كارير. فاكرين احنا كنا بنعمل ايه؟ بنضرب في الكارير ونعدي على لو باس فلتر. نفس الطريقه كده، بنضرب في الكارير تاني، بنضرب مره اخرى في الكارير ونعدي على لو باس فلتر زي ما شرحنا في المحاضره اللي فاتت. برضو هنا في اكزامبل بيقول لك اي ام سيجنال از ريبريزنتد باي ذيس ايكويشن، دي سي فاليو ال 15 اهي زائد الانفورميشن سيجنال مضروبه في ساين 2 باي. خلي بالك احنا قلنا الانفورميشن يا اما تبقى ساين يا اما كوساين، والكارير نفس الكلام يا ساين يا كوساين، مفيش مشكله، هي عائله الساين سويدال. يعني بيقول لك ايه الفاليو بتاعت الكارير والموديليتنج فريكونسي. اول حاجه الكارير بتاعك فين التردد والفريكونسي؟ بص كده، اللي هنا الانفورميشنز اللي هو 2 باي في 5 في 10 اس 3، لو انت عايزها بالهرتز يبقى تقسم على 2 باي يبقى 5000. بص هنا بقى للكارير، 2 باي في نص في 10 اس 6 اللي بره ده اللي هو بتاع الكارير. طب لو احنا قسمنا على 2 باي يبقى نص ميجا. من الواضح ان لما تيجي بقى تطلع النتائج بتاعتك في الامتحان تبص تردد الموديليتنج والكارير، الكارير لازم يبقى اعلى بكتير، نص ميجا والتاني 5 كيلو، يبقى اذا لا ده اعلى بكتير، يبقى كده تمام. بيقول لك ايه الباند بقى بتاعت هذه السيجنال؟ وات ذا باند ويدز اوف ذيس سيجنال؟ طيب السيجنال بتاعتي انا واخد كام؟ المفروض ان احنا تعالى بس بقى نشوف الحل مع بعض. اول حاجه زي ما قلنا هو كان عايز في اول السؤال كتب لك الاكسبريشنز العام، وبعدين قال لك الكارير فريكونسي اللي هي نص ميجا والثانيه الموديليت 5 كيلو. البند بتاعتي البند بتاعت السيجنال ايه؟ بتاعت الانفورميشن لما هي 5 كيلو يبقى 5 كيلو ناحيه اليمين و5 ناحيه الشمال، يبقى هي البند بتاعي بكام؟ ب 10 كيلو هرتز، البند اللي هي الحيز الترددي بتاعي، مجموعه الترددات. احنا عارفين ان الساين
متمثل بدلتتين، واحده عند الخمسه وواحده عند السالب خمسه. فلما اجي اقول لك الحيز الترددي ايه؟ بتطرح اعلى تردد ناقص اقل تردد، اعلى تردد خمسه واقل تردد سالب خمسه، يبقى خمسه ناقص ناقص خمسه ب 10 كيلو. وهي طبعا كيلو يعني مش. طب بيسال على الموديليشن اندكس. الموديليشن اندكس عباره عن ايه يا جماعه؟ احنا قلنا ان الموديليشن اندكس ده عباره عن ايه؟ هو البيك على الفولت بتاع الكارير في المساله. فين البيك؟ اهي 3. والاي سي اللي ارتفع بيها اللي هي بتاعت الكارير، الدي سي قصدي، الدي سي اللي ارتفع بيها كام؟ 15. يبقى 3 على 15 اللي هي بوينت 2. خلاص؟ يبقى دي الموديليشن اندكس. طلب ايه تاني؟ قال لك الامبليتيودز بتاع الكارير اند ذات از اوف اوبر اند ابر اند لور سايد سايد فريكونسيز. الامبليتيود بتاع الكارير كام؟ وبتاع السيجنال كام؟ حضرتك عشان تجيب حاجه زي كده فك بقى المعادله بالتريجنومتريك زي ما هو قايل لك، نص في ام كوساين ناقص في ام كوساين، يعني ساين في ساين مش عارف، فك العمليه بتاعته. وبعد كده زي قال لك ان الامبليتيود بتاع كل سايد باند انت عندك 15 على 2 في بوينت 2 في معامل الموديليشن اندكس ده بتاع اتش سايد فريكونسي. لازم بتقسم على 2 لانك لما بتيجي تحلها بالتريجونومتري انت عايز تجيب البيك فاليو، فتفك المعادله اللي عندك دي زي ما هو فككها كده، بيفكها بالتريجونومتريك بتاعه. يبقى نص بوي الميو اللي هي الموديليشن اندكس اللي طلعناها في 15 على 2 يطلع لك الامبليتيود بتاع كل واحده. طيب ممكن انت برضو اهو انت ممكن تجيبها كده 15 الميو. انت دلوقتي كانك خدت ال 15 بره مشترك، يبقى 1 زائد 3 على كام؟ على ال 15 دي اللي هي الوحده بتاعت الايه؟ الميو بتاعتك اللي هي بوينت 2. بوينت 2 بعد كده انت ضربتها في كام؟ طبعا هنا الثلاثة البيك فاليو اللي هي الثلاثة. ممكن واحد يعملها بمجرد النظر على فكرة. يجيبها ازاي؟ يقول لك الثلاثة دي يضربها في نص بواحد ونص. الثلاثة اللي موجودة فين؟ في الساين دي. يقول لي دي الامبليتيود بتاعتي بتاعت السيجنال اللي هي بتاعت اللور والابر سايد باند. فالتلاته دي مجرد بس قسمها على 2، الرقم ده هو ده الامبليتيود. انما بالنسبه للكارير اللي هو الكامل 15 على 2 اللي هي 7.5، الكارير اللي هو الدي سي فاليو ده يقسمه على 2. انما بتاعت السيجنال او السايد باند ممكن على طول بدل ما يفك يقول 3 في ايه؟ في نص، يبقى اللي هي 1.5 فولت. ممكن على طول بمجرد النظر. ممكن بقى يفكها ان هي 15 في ساين زائد 3 ساين في ساين يفك، بس بعد ما بيفك 3 دي هتتضرب في الاخر في كام؟ في نص. يبقى في عندك ترمين كل ترم 3 في نص يعني 1.5 زائد ترم تاني في 1.5، يبقى هي السايد باند على طول بمجرد النظر 3 في نص. 15 في ساين برضو يبقى دي الايه اللي هي البيك بتاعت مين؟ الامبليتيود بتاعت مين؟ بتاعت الكارير بتاعتك. ماشي؟ اللي هي الفولت بتاع الكارير اللي هو ال 15 ايه فولت. 15 في ساين الكارير. انت لما تيجي تفك دي هتقول 15 في ساين الكارير. يبقى كده عرفت الامبليتيود بتاع الكارير. زائد 3 ساين في ساين. 3 ساين في ساين هيدي لك الساين في ساين بيدي لي نص، مش عارف كوساين مجموع زائد كوساين فرق حاجه زي كده. فان جنرال يعني 3 اتضربت في نص يعني بقوا ترمين، ترم 1.5 في كوساين وترم 1.5 في كوساين، واخد بالك؟ يبقى اذا البيك فاليو بتاعتها بكام؟ ب 1.5 بس كده. في تو اكزامبل بقى موجودين عندك انا سايبهم لك انك تفكر فيهم، موجودين في السلايد يعني ممكن تشوفهم وترد علينا فيهم. في اخر جزئيه بنتكلم عليها اللي هي الدي موديليشن بتاعه الاي ام سيجنال. انا عندي ايه زائد ام اوف تي، بنرجع بقى لمرجوعنا زي ما كنا بنشرح المحاضره اللي فاتت. لما بنجينا كنا عملنا للدبل سايد باند سبريسد كارير قلنا ازاي بديموديليتو، بنعمله ديموديليشنز باستخدام الكومبوننت المختلفه بتاعتي. فانا الاي زائد ام اوف تي كوساين اوميجا سي تي المفروض بضربها في حاجه اسمها الدبليو اوف تي. الدبليو اوف تي لو تفتكر اللي هي عباره عن زي سكوير بالس،
اللي هو فكها لك بنص زائد 2 على باي، حاجه بتسويتش ما بين البوزيتيف وبين الايه؟ النيجاتيف. فالمهم ان هي ادتني ترمات بهذا الشكل، فلما جيت فكيت الترمات دي اداني ترم منهم A زائد M اوف T في 1 على باي زائد اذر ترم اوف هاير فريكونسي. طب ما احنا اتعودنا لما يبقى فيه هاير فريكونسي نعمل ايه؟ نروح عاملين بلوك، نعديه على لو باس فلتر، اللو باس فلتر دوت يطلع لي السيجنال ايه بتاعتي. هو راسم لك الشكل بتاعي بتاع الديتكتور تحت، A زائد M اوف T كوساين اوميجا سي تي، ده السيجنال اللي داخله المفروض تطلع M اوف T. الدي موديليتور بيبقى داخل له الموديليتد سيجنال وخارج منه السيجنال الاصلي اللي هي الام اوف تي. فحضرتك انا عمل لك الشكل بتاعك اللي هو بيعمل الريكتيفيكيشنز بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف يعني عباره عن دايود بيخليني بيريكتيفاي السيجنال هاف ويف ريكتيفاير. فالريكتيفيكيشنز اللي عمله خلى جزء بوزيتيف جزء نيجاتيف، اللي اتفسرت لما جيت حللتها لفوريير سيريس كومبوننت بقت بهذا الشكل. فهو بيقول لك اهو في الاول ادي السيجنال بتاعتك الموديليتد، لما دخلناها على الدايود بقت كده، خد لك عمل لك هاف ويف ريكتيفيكيشنز، عديناها على اللو باس فلتر اداني السيجنال بالشكل ده. اقدر ان انا اشيل ابلوك الدي سي عن طريق الكاباستور، الكاباستور لما تحطه في وش اي دي سي شيله. فلما شلنا الدي سي بقت 1 على باي ام اوف تي، بقت كده الانفورميشن سيجنال بتاعتي اهي موجود. ده هي الانفورميشن سيجنال بتاعتي اللي انا عايز احصل عليه. في طريقه ثانيه اهي بيقول لك ممكن بدل ما تستخدمها ك لسه كاباستور وتعمل مش عارف لو باس فلتر، قال لك ممكن الدايود يبقى معاه زي كاباستور مع ريزيستنس ان باراليل، فهيعمل زي شحن وتفريغ. انت عندك شحن وتفريغ هيديتكت الانفلوب، يعني انت عندك ادي انا شحنت فرغت شحنت فرغت شحنت فرغت، فمشيت بتراك السيجنال الاصليه بتاعتي، تتبعت السيجنال فطلعت الايه؟ طلعت الانفلوب بتاعي. طالما طلعت الانفلوب يبقى طلعت السيجنال. بس بيقول لك بقى في بقى بعض الشروط، ان لازم الار والسي اللي بتختارهم يبقوا اعلى بكتير، ار في سي يبقوا اعلى بكتير من واحد على اوميجا سي. طبعا لو احنا ديريفيشن لمعادلات الشحن والتفريغ بتاعه الكاباستور مع الريزيستنس دي ممكن تكون خدتها في السيركت، سيركت 2 مثلا، فهتلاقي ان في مش عارف حاجه اسمها التايم كونستانت اللي هي الار سي، فتقدر انك انت توصل للعلاقات دي، ان لازم الار سي تبقى اعلى بكتير قوي من واحد على اوميجا سي، اقل من واحد على 2 باي في البي، البي اللي هي الباند بتاعتي، الباند بتاعت السيجنال، باند ويدث بتاعت الام اوف تي. لازم الار سي تختارهم بهذا الشكل. بعد كده لما تيجي تديزاين الدايره دي هتلاقي ان الاوتبوت اللي طالع شحن وتفريغ نتيجه الشحن والتفريغ، يبقى عندي الاوتبوت اللي طالع على الكاباستور بيتتبع السيجنال الاصليه بتاعتي، فبالتالي تطلع بهذا الشكل. يبقى ده الانفولوب ديتكتور. تمام يا جماعه؟ كده انا خلصت. يبقى ادينا الموديليشن والدي موديليشن بتاع الدبل سايد باند اي ام. المره اللي فاتت كان دبل سايد باند سبريسد كارير اي ام، خدنا الموديليشن والدي موديليشن، المره دي خدنا الدبل سايد باند اي ام الموديليشن والدي موديليشن بتاعه. في اي اسئله؟ في اي حاجه يا جماعه؟ انا بشكر.